هذه سنوات ما عندناش سياسة رياضية حقية، ما كان سياسة اللي حقا تسير الرياضة في الجزائر. خلقنا أبطال في كثير من الرياضات، منهم الهالتيروفيلي، حمل الأثقال، في الملاكمة خلقنا أبطال في ألعاب القوى، وهذا لما كانت الجزائر ما عندهاش إمكانيات مالية. أما الآن بآلاف بمئات الملايير ما قدرناش نخلقوا أبطال.